بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. رفع الله أقداركم وألبسكم الله ثوب الصحة والعافية، ويسر أموركم وحقق آمالكم، ووفقكم وإيانا إلى ما يحبه ويرضاه. أشعر بسعادة غامرة في الأغواط. نسأل الله عز وجل لكم ولنا جميعا السداد في الرأي والتوفيق في العمل. ثلاث مفردات نعالجها في هذا المجلس. المفردة الأولى الصلح، كما تفضل فضيلة الشيخ. المفردة الثانية الخير، الخير. والمفردة الثالثة الدوام، الدوام. أبدأ بالمفردة الأولى. كما استمعتم للآيات البينات التي استمعنا إليها سويا من سورة الحجرات التي تسمى بسورة الأخلاق، سورة الحجرات تسمى بسورة الأخلاق، جامعة للأخلاق التي تنفع الإنسان المسلم في حياته وتديم له الخير، ترفع قدره عند الناس وعند رب الناس، سورة الأخلاق. لذلك هذه السورة العجيبة احتوت على جملة من القيم والأخلاق، منها الصلح في الآية العاشرة منها، وتكررت كلمة الصلح أيضا في آية أخرى. على سبيل المثال للحصر، في سورة الأنفال الآية الأولى، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ربنا عز وجل أمرنا بالتقوى أولا، لأن الضمان الكبرى لاستمرار الصلح بين الناس، بل لقبول الصلح أصلا، تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الحديث عن التقوى عميق ومهم في حياة الإنسان، لذلك ربنا عز وجل ربط بين الأمرين، بين التقوى والصلح، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والصلح مهم في جميع الأيام وفي جميع الشهور، مهم أكثر ونحن في الأيام الأخيرة من شهر شعبان، ونستعد لاستقبال شهر القرآن، شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، سورة البقرة الآية 185. ووردت الصلح أيضا، كلمة الصلح أو مفردة الصلح في سورة النساء كثيرا، منها الآية التي استمعنا إليها من الشيخ الفاضل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، سورة النساء الآية 114. وفي السورة نفسها الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون، نفي كمال الإيمان إلا بشروط،
ثلاث شروط: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ربي راه يقول كي تختلفوا تختلفوا فريوها. احتكام إلى شرع الله، الاحتكام إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هي الشروط واضحة في الآية 65 من سورة النساء، وفي الآية 128 من سورة النساء ربنا قال: والصلح خير. إذن الخير، كل الخير في الصلح. إذن لابد أن ننهي نزاعاتنا في هذه الحياة، ننهيها صلحا. نبينا صلى الله عليه وسلم أكد هذه المعاني في سنته المطهرة، في سنته القولية، وفي سنته العملية، وفي سنته التقريرية. من السنة القولية ما خرجه الإمام البخاري في صحيحه حينما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن نزاعا قد وقع بين أهل قباء. أهل قباء اختلفوا، وفي عهده كان عايش معهم واختلفوا، قالوا له: يا رسول الله صارت مشكلة لهيه في قباء. فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا نصلح بينهم. كلمات موجزات أوتي جوامع الكلم: اذهبوا بنا، نروحوا، أروحوا نروحوا. ما قالهمش للصحابة: روحوا وحدكم. قال: نروحوا، اذهبوا بنا. ما هو المقصد؟ نصلح بينهم. الحديث خرجه الإمام البخاري، رقم الحديث 2693. ونقرأ في الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود وغيره عند أبي داود في السنن، رقم الحديث 4919. يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. هذه كاع مليحة، يقصد بها طبعا النافلة النوافل. نخبركم بحاجة اللي خير من هذا كاع. شكون اللي يقول؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وريها لنا هذه باش نديروها. قال: إصلاح ذات البين، فريو المشاكل، برك فريو المشاكل. وصلح الواحد يعدل أو فيه خير كثير. وردت نصوص حديثية تبين فضل الصلح والإصلاح، والحديث طويل في هذه النقطة. إذن هذه المفردة الأولى، ولكن هذا الصلح لابد أن نؤمن به أساساً. فإذا آمنا به ربنا سيعطينا التوفيق. إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. بل حتى في سورة النساء مرة أخرى الآية 35 ربنا يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن شكون اللي يقلب القلوب؟ هو ربي، ولكن لازم تكون النية، لازم تكون الإرادة، وبعدين ربي هو اللي يفريها. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نربط الآية 35 من سورة النساء بالآية 88 من سورة هود، ونجد هذا التناغم والانسجام بين آي القرآن. إذن الشرط الأساس هو النية، دير نية وبعدين ربي هو اللي يوفق. النية عندنا في الإسلام مهمة، في صلواتنا الفقهاء يقولون من مقاصد النية مقصدان:
أولهما الحزم والعزم، تقول نويتو نويتو ندير حاجة، نتاع ندير الخير، ندير كذا، ندير غرفة رمضان، نعاون الفقراء المساكين، نبني الجامع، ننقي الجامع، نخدم الدشرة، نخدم الناس، نعاون الفقراء، نعاون المساكين، نعاون المرضى، درت عزيمة خلاص. وإذا عزمت فتوكل على الله. لذلك ربنا قال في سورة الأنعام الآية 162 آية عجيبة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني حياتي قاع كي تدخل في البحيرة تخدم راك عندك أجر، أجر كبير عند ربي، كي ترعى الغنم، ترعى الغنم في الغواط، في هذه الجبال، في هذه السهول، الله يبارك الدنيا، الله الخشوع، ويجي وقت الصلاة تصلي، إنما وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يا سعدنا، هذه من نعم الله علينا، منحها لنبينا ومن خلاله إلينا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لذلك رب يقول في سورة الأنعام في الآية اللي سمعتها 162، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من مقاصد النية الحزم والعزم، ومن مقاصد النية التمييز بين العبادات والمعاملات، بين العبادات والعادات. واحد يروح يغسل ولا يتوضا، هذا ينظف هذا ينظف، ولكن يختلف، هذا دار نية الوضوء وهذا دار نية ينظف روحه برك. ونميز بين العبادات، تصلي الظهر مع الظهر مع العصر تقضيهم، من يدريك غير ربي اللي عارف، وانت يا هذه أربع ركعات يا أربع ركعات، اللي يميز بيناتهم هي النية، تقول هذه الظهر هذه العصر، نصلي ونصوم رمضان ونصوم شوال، ست أيام تاع شوال صابرين، ما الفرق بينهم؟ هي النية. ممكن ثلاثة ولا أربعة يصوموا، واحد يصوم نذرا والآخر يصوم كفارة والآخر يصوم نفلا تبرعا صيام النافلة الاثنين والخميس، والآخر يصوم كل واحد واش يصوم، ولكن القاسم المشترك هو الصيام. إذن النية عندها قيمة كبيرة في ديننا، حتى في الخير، واحد كيدير الخير رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. النية إذن هاو فرينا موضوع الصلح المفرد هذه، خلاص لازم تكون. ربي ما ركم قال لكم في الدنيا، سورة الملك الآية الثانية، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن ربنا عز وجل هيأنا لاستقبال الابتلاءات التي لا يعرفها إلا هو، كاش واحد على بالو واش ربي جربنا بالشي اللي يحب هو. وتأكد هذا المعنى في سورة البقرة في الآيتين 155 156، ولنبلونكم بشيء، ربي حتى في الابتلاء كان بنا لطيفا، لطيف ما خوفناش، قال بشيء. هاو كورونا خذينا خوف، كاع البشرية، كل البشرية تخاف، وهو شيء، ولكن كي يبغى ربي يرفعها يرفعها، وبإذنه يرفعها هو. جهود الأطباء والخبراء والمخابر خدموا، هذه اتخاذ الأسباب مطلوبة. ولكن روحوا الآية 82 من سورة ياسين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سورة البقرة الآية 155-156، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يا ما الشركات تغلقوا في كورونا، شركات كبرى، تسريح العمال، محنة كبيرة، هي والأموات اللي راحوا، ونقص من الأموال من الأنفس والأنفس راحت والأموال راحت،
ولكن ربي زاد ختمها بكلمة حلوة، قال وبشر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، اسمها مصيبة، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الشافعي الله يرضى عليه قال والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. إذن الصلح هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية الخير. الخير هذا ربي قال ديروا الخير، وربي اسمه الخير، ما قالش عملا خيريا معينا، إنما تتنوع يتنوع الخير حسب الظروف. درك الآن وجاء رمضان، الناس كامل تفكر كيفاش يديروا الخير في الناس. لازم الفقراء يصوموا في الهنا، ما لازمش يفكر واش ياكل باش يصحر واش يفطر العشية، لا. لذلك الهمم تنشط كثيرا في رمضان، أليس كذلك؟ وهذا على مستوى الجزائر، بل على مستوى الأمة هذا شيء جميل. صحيح أن العمل الخيري يحتاج إلى تنظيم، يحتاج إلى ضبط باش يكون عمل متقن، باش يكون عمل متقن. حتى العمل الخيري ما لازمش يكون فوضوي، عنده شروط وضوابط شرعية، ضوابط أخلاقية. ربي قال ديروا الخير، الآيات ربي قال في سورة الحج الآية 77، الآية ما قبل الأخيرة، سورة الحج عندها 78 آية، ما قبل الأخيرة الآية 77 ربي قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير كل واحد يدير واش يقدر، وكل ميسر لما خلق له. كان اللي عنده رأي ينفق من رأيه. أول واحد هنا في الغواط قبل ما يتبنى هذا الجامع كان واحد فكر ولا زوج، يقول لازم نبنيو الجامع في المكان الفلاني. هذا واش دار؟ عنده الرأي. والمتنبي الله يرحمه يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي في المحل الثاني. هذا الإنسان ينفق من رأيه. وجاء واحد آخر هنا في الغواط قالوا الغير راي مليح هذا، يلا نديروا لجنة ونروحوا نديروا الاعتماد وكذا القدام، وربي هو اللي يعاوننا. دراهم ما كانش، كان الرأي وكان الرجلة وكان الإرادة، والسلام عليكم وعليكم السلام، وفرت وحدها. وبعدين ربي سبحانه هو اللي جاب الآخرين، كان اللي جاب ماله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، سورة الحديد الآية 7. كاين اللي جاب العرق نتاعو، بالعرق نتاعو يقول لك أنا بنا نبني نخدم في الجامعة، وبعدين كي اكتمل وكان اللي شرى هذا السجاد، وإلى كل واحد باش يخدم. في النهاية اجتمعت الإرادات وتوحدت النيات وتكاملت الهمم، فكان هذا المسجد المبارك الذي يحمل اسم مفتي من مفتين الجزائر وهو الشيخ أحمد حماني رحمه الله، وهو القطب المالكي. الشيخ أحمد حماني الله يرحمه، بسم الله ما شاء الله. إذن ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى. يلا إذن الخير، والخير هذا لا يجوز أن ينقطع في الأمة، لا ينقطع. صحيح أمتنا تعاني هموما ومشكلات، عندنا المشاكل، إيه عندنا مشاكل كبار. الأمة تعلم رايش سوى سوى رايش بخير، لأنه يفترض أن تكون الأمة فوق أو ربي يرفع من قيمتها. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكون شهداء على الناس. المفروض الأمة تكون شهيدة على الناس في جميع المجالات، في جميع المجالات المفروض هكذا.
في العلوم والمعارف، في التكنولوجيات، في الجيولوجيا، في علم الفلك، في كل شيء. هذه أمة الإسلام هي أمة إقراء. ربي قال قراو قراو إقراء، ولكن أمة ضرك تعبانة، ولكن إذا أمة لا نيأس لا نيأس. أتدرون لماذا؟ لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال أمتي أمة مرحومة، هو اللي قال هذا الحديث. خرجه الإمام الحاكم في مستدركه. إذن العمل الخيري، وربي قال في آية أخرى في سورة البقرة الآية 148 قال فاستبقوا الخيرات، اجريوا للخير. وهذا الأمر نلاحظه في خاصة في رمضان، ولا غير ناس تجرية حاجة مليحة، لأن الهمم عالية مع نفحات رمضان، فالهمم عالية، الهمم تنشط كثيرا في شهر رمضان، كما تنشط في العبادات تراويح وتلاوة القرآن، كان اللي يختم 3 مرات، كان اللي يختم 5 مرات، كان اللي يختم 7 مرات، كل واحد كل واحد على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ولكن الشهور الأخرى صعب، شكون يقدر يقول لك نختموا كما نختموا في رمضان؟ وحتى قيام الليل كاين بعض الناس صحيح ربي يوفقهم يقوموا الليل طول السنة إلا نادرا، ولكن معظم الناس لا يقومون الليل، ولكن في رمضان بسم الله ما شاء الله. إذن هذه النفس ما دام عندها هذه القوة أعطي لها، فاستبقوا الخيرات في سورة البقرة 148، وفي سورة آل عمران الآية 114 ويسارعون في الخيرات، المسارعة والاستباق اجريوا. ولكن ذا الخير لازم نخدموه سوا سوا، يعني نحترموا حرمات الناس، ما لازمش كي نتصدقوا على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل نصوروهم ونبعثوهم الفيسبوك، أو نستنطق أولئك الأرامل واليتامى ويتكلموا وغدوا ربما نجرحوهم، والتجريح لا يجوز. أنا لا أقول بحرمة التصوير، لا، التصوير بمقاصده وآدابه مشروع، ولكن إلحاق الأذى، اسمها القرآن الأذى في سورة البقرة الآية 264 قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى آخر الآية. يعني ممكن الواحد يدير صدقة وبعدين الأجر هذاك قاع يروح، احنا ماذا بك الأجر ما يروحش، الخير يوصل والأجر ما يروحش. لا تبطلوا، هو اللي قال، هو اللي خلقنا على باله، على باله ممكن وقعوا في هذه المشكلة، وراه يقولنا حافظوا على كرامة الناس. واش قال في سورة الإسراء الآية رقم 70 ولقد كرمنا بني آدم، قال لك بنادم هذا عنده كرامة، مادام عنده كرامة حافظ عليه. في الآية 263 التي جاءت قبل 264 ربي قال قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. ربي ما قالش نوع الأذى، ما قالش، كل واحد كيفاش يأذي، لا لا لا. نهار اللي يقول هذاك الفقير ولا اليتيم يقول لك راك أذيتني راك وجعتني، توقف، ما تقولوش لا لا أنا ما نقصدش، لا لا، هو قال لك أذيتني خلاص، قول له اسمح لي ما نزيدش نولي غلط، استغفر الله، عادي فريها بسرعة. قال الأذى قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى إلى آخر الآية 263 من سورة البقرة.
إذن القرآن هذا راه منهج حياة، سقم لا كاع كلش، ما خلى والو، كلش راه مسقم. دليل في سورة الإسراء أيضا في الآية التاسعة، ربي قال إن هذا القرآن يهدي وين؟ للتي هي أقوى. معنى اللي يرجع القرآن بإذن الله، والله غير بسم الله ما شاء الله، الإنسان بشر يخطئ ويصيب، لكن يرجع القرآن شوية شوية يسقم روحه. قول برك واش قال ربي؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، طريق المليحة، طريق النجاة، طريق تسلك. احنا نسميه بالقبالية أفريدن سلامة وثكين دما، أفريدن سلامة وثكين دما. كل ما نقرأ سورة الجن أتألم، نقول الجن كيف سمع استمعوا النفر وقالوا القرآن مليح، أنا مازال كان يقول كاوة شوية برك. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الرشد كمال العقل، الرشد كمال العقل، هو الجن استعرفوا، استعرفوا باللي هذا القرآن يسلك يوصل يهدي إلى الرشد، وبعدين قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذن هذا جبناها الخير، تفهمنا؟ هذه المفردة الثانية، ولكن المفردة الثانية هذه تحتاج أيضا بعض الأمور حلوة. إيه هي؟ لازم نديروا الخير مغلفة بمعاني الرحمة، نديروا الخير في الرحمة. كيف؟ يلا نرجع للقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ربي سبحانه وتعالى روحه الرحمن الرحيم، واشتق من أسمائه أسماء، بعض أسمائه من الرحمة، ونبي الرحمة. واش قال ربي عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سورة الأنبياء الآية 107، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. البشر والجن والحيوانات كل كاع، النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى حتى واحد، كيما يهتم بالعصفور يهتم بالنملة يهتم بالحيوان، يرعى حقوق الحيوان ويرعى حقوق الشجر ويرعى حقوق البشر، كل رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو قال عن نفسه في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال ركزوا معايا، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا بدأ الحديث، قال أنا محمد. وحينما تسمع أحيانا القرآن يقول محمد رسول الله، والذين كمل الشدة رحماء بينهم تراهم إلى آخر الآية، وهذه عندها مقاصد جليلة. حينما يذكر كلمة محمد إما في القرآن أو في السنة، العادة أن القرآن يناديه باسم النبوة وباسم الرسالة، يا أيها النبي أو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في هذا الحديث الذي خرجه الإمام مسلم قال أنا محمد، في الآخر واش يقول؟ ونبي التوبة ونبي الرحمة، هكذا خاتمة الحديث. الحديث رقمه 2355 في صحيح مسلم، رقم الحديث 2355، قال ونبي التوبة ونبي الرحمة.
نبي التوبة باش يقول له نعاونكم باش تسلكوا راسكم، تغلطوا بزاف ولكن توبوا، أليس كذلك؟ هو يستغفر، هو يستغفر في حديث 70 مرة، استغفر في اليوم 70 مرة، في حديث آخر 100 مرة، هو معناه درنا الإرادة باش يعني نقتدي به، أليس كذلك؟ أكثر من ذلك أنه ربي سبحانه قال في سورة الزمر الآية 53: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، ما تيأسوش. درك الآن كان بزاف اللي يتوبوا قبل رمضان وكيقراوا هذه الآية يتمتعوا، يقول ما شاء الله ربي فريها لنا، قال مرحبا بكم، مرحبا بكم كي تتوبوا، مرحبا بكم العسل منوان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الحديث ترجمه حديث مسلم، هذه الآية ترجمة حديث مسلم، إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده إلى آخر الحديث، بالنهار يتوب مسيء الليل، يعني ليل ونهار باب الرحمة مفتوح. يلا نرجع إلى معاني الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام سمعت هذا الحديث ونبي التوبة ثم قال ونبي الرحمة، وفي الحديث الذي خرجه الحاكم في مستدركه قال إنما أنا رحمة مهدات، أنا رحمة مهدات. وفي الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي رقم الحديث 1923 قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، حديث واعر، قالك الرحمة لا تنزع إلا من شقي، أعيد لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الحديث خرجه الإمام مسلم، الإمام الترمذي في سننه رقم الحديث 1923 مباشرة رقم الحديث 1924 قال ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. شوفي حتى السنة كيفاش تنطق، حتى الترتيبة جا سوا سوا. هي قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، وبعدين قال ارحموا من في الأرض، مباشرة في الترتيب. علماءنا شاطرين جدا كيفاش يرتبوا تخريج الأحاديث، يدخلون ببوبوها يدور في الفصل في الأبواب في الكتب، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني إذا أردنا أن ينظر الله إلينا بعين الرحمة فلنتمثل نحن معاني الرحمة في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الاقتصادية. التجار اللي بغى يكون عنده بلاصة كبيرة فوق مع النبيين والصديقين يولي تاجر صادق، هذا ما كان التاجر الصدوق الأمين. شوف الرسول هو اللي يقول الكلام، أعطى هدية للتجار، لازم يكون عندهم الصدق وعندهم الأمانة، يرحموا الناس ويربحوا إن شاء الله، البركة تدخل بيوتهم، تدخل التجارة نتاعهم، أرزاقهم، يكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء. شفت المرتبة؟ يعني يربح وزيد يكون عنده مرتبة عالية، لأنه لا يغش المسلمين. هو ربي سبحانه قال في سورة النساء الآية 69، ثم ذكر هذوك الأصناف مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني التجار يكونوا مع هذو ربحين مليح، ربحين الدنيا والآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعد ربي قال وحسن أولئك رفيق، يا سعد اللي عنده رفاق هذون الأصناف هذون. إذن الرحمة فيها كثير من المعاني، بها نغلف العمل الخيري، عمل الخير يجب أن يكون ملفوفا بمعاني الرحمة. هذه المفردة الثانية. أما المفردة الثالثة هي الدوام. ما معنى الدوام؟ معنى لازم المسلم والمسلمة لازم يخدموا الأعمال الصالح حتى يموتوا،
على بالكم مما يحزننا جميعا كي كل واحد يخدم العمل الصالح من بعد يتوقف. كاينين يخدم 20-30 سنة 40 سنة يخدم غير في الصلاح ما شاء الله، وين تروح تلقاه؟ يجي نهار وراه يقول خلاص كيفه خدمت الخير خدمت العمل الصالح ما يستعرف حتى واحد، بطلت. أنا الشيطان شاطر يكلخلو يقولوا أنت خدمت 40 سنة العمل الصالح ما حبوش يستعرفوا بك، الآخرين قاعد يذكروهم في الفيسبوك أنت ما يذكروكش، بطل. ولا هو بالنسبة ليه يقول خلاص نحبس، خدمت بركة بركة، أنا ديت الزاد الذي ينفعني في الدار الآخرة. يا ولدي لا لا، مادام الأنفاس راهي طالعة هابطة أخدم ولا تتوقف. نعطيك أدلة، يلا اقرأ سورة التوبة الآية 105، ربي قال خدموا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. على بالك الآية تخوف، معنى ربي هو اللي يشوف الخدمة نتاعنا، الصلاة ولا الزكاة كلش 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 على باله بكلش. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، زيد ورسوله. هو الرسول يا سعد اللي يخدم خدمة مليحة في الجنة يقول لك مرحبا بك يا فلان، أنت كنت عايش في الغواط وكنت دير الخير والله غير بسم الله ما شاء الله نصرت سنتي وخدمت الإسلام وفرحت الناس الفقراء والمغابن، خدمت اللي عليك يا سعد كيف فرح بيك. تعرفوا هذه الآية 41 من سورة النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. الأغوات القرآن ما شاء الله، حابة شفتكم برك أن يتمتع خطر هنا كان القرآن بزاف. ايوه عودوها برك، فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كل واحد يتصور منكم يتصور منا قدامك رسول الله يا صلى الله عليه وسلم كيفاش تقابلوا؟ اسكو تقدر تشوفوها كذا ولا تقول له يا رسول الله والله غير ما نقدر كاع نشوفك؟ نعم واعر المساله يا جماعه الخير، ذاك يوم القيامه خلاص الدنيا راحت. ورسوله هو تألم، الآية دي على بالكم بكاتوا، هذه الآية طلب من الصحابي الجليل قال له اقرأ علي القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم طلب واحد الصحابي قال له قال القرآن، كيف ضرب بيناتنا أنا سمعت للشيخ يقرأ القرآن ولا غير تمتعت، تمنيت ما يحبسش، تمنيت باش نقول له لا تتوقف كي تبقى 5 دقائق العشاء أعطيها لي. وهكذا ونسمع الأصوات ونسمع وسبحان الله فقالوا قال القرآن، ولكن صعب شكون اللي عنده الكوراج يقرأ القرآن قدام الرسول؟ قالوا أقرأ عليك وعليك أنزل. النبي عليه الصلاة والسلام خفف عليه قالوا أحب أن أسمعه من غيري، خلاص أعطى له الضوء الأخضر قالوا قرأ. بدأ يقرأ أوائل سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر، ورسول كان يسمع يسمع بعدين حتى قالوا حسبك. درك الصحابي قال لك نظرت إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فإذا عيناه تذرفان الدموع، يبكي. هي الآية اللي بكاته، هي الآية هذه، الآية 41 من سورة النساء، لأنه موقف صعب عليه وعلينا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والدموع نتاعو زوج، كان دموع الحزن ودموع الفرح. دموع الحزن يشوف هذوك المسلمين اللي راحوا فيها كاع ضيعوها كاع، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن ولو الباقي كاع ما كان ولو. واحيانا الشيطان يكلخلو يقول انت خير من كاع ملي صلي، يقول لك واش يخصني انايا
نحب الخير وندير الخير تخصني غير الصلاة والزكاة ورمضان والحج غادي اللي ما نستطاع لقى روحه مرتاح وهاني. الشيطان واعر يكلخ لهم يكلخ لأنه هو أعطى عهد قالوا هذو نجيبهم كامل فما يحبش الناس اللي تهتدي ولا اللي تتوبوا كذا. لذلك ربي حتى المؤمنين يقول في سورة التحريم الآية 8 قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. ربي يهضر مع المؤمنين يقول توبوا ولا بد أن نتوب ونكثر من التوبة بعد الصلاة نصلي ونقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله عليه يقولنا نصلي بعد كل عبادة نستغفر الله على كل جبرا لأي تقصير يصدر منا. نرجع النبي عليه الصلاة والسلام بكيت هذه الآية أولا الدموع الأولى دموع الحزن حزن على هذه الأمة اللي مفرطين اللي مضيعين يبكي عليهم لأنه يحبنا بزاف. وكان دموع أخرى اللي بكاها دموع الفرح يشوف هذوك المسلمين الشاطرين المسلمين الذين يعرفون مصالحهم عمروا الدنيا وعمروا الآخرة داروا هذاك التوازن اللي موجود في سورة القصص الآية 77 وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. القرآن ينساب والشاعر يقول ممكن الإنسان يبكي للفرح تفرحك حاجة تبكي. الشاعر يقول يا عين هل بكي الأمور غير الشعراء اللي يقدروا لها إيه الشاعر عنده قال يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح وأحزان. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
لتحقيق مقاصد المفردة الثالثة وهي الدوام والاستمرار في العمل الصالح، نستحضر بعض الآيات، منها الآية التي بدأناها الآية 105 من سورة التوبة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، لأن الإيمان ميزان، المؤمنون يزكون، يباركون، يشجعون الأعمال الصالحة ويدعمون كل فعل خيري ليعم الخير ويشيع، والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، هذا الذي يعلم السر وأخفى، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. شوف ثلاث مرات في الآية تكرر العمل، العمل هي آية في الحقيقة منهاج حياة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن لا يجوز أن ينقطع العمل الصالح في حياة المسلم، يعمل حتى يموت إلى أن يموت. وقال في سورة الكهف الآية الأخيرة الآية 110، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، خدم، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم أن الجنة لها مقامات ودرجات، لماذا نقتنع بالدرجة الصغرى؟ هي آخر درجة في الجنة خير من الدنيا وما فيها بلغة الرياضيات، يعني آخر درجة في الجنة خير من الدنيا هذه كاع بما فيها. ولكن ما دمرنا في الحياة علاش ما نزيدوش؟ كي نقول اللهم بلغنا رمضان على بالكم علاه؟ باش نزيدوا الحسنات، هذا ما كان، نديروا دي زانفيستيسمون، استثمارات مع ربي. وكاين اللي صاموا مع العام اللي فات السنه هذه راحوا ماتوا، يا شحال اللي ماتوا وهذه السنه ما يكونوش معنا، ونحن الان لا ندري، هي ايام قليله تفصلنا عن رمضان، ولكن نسال الله ان يبلغنا رمضان كل ما نزيدوا ان شاء الله في العمر وزيد في العمل الصالح، هكذا حلوه. يبدا من الاستثمار، المسلم يبدا ان يكون ذكيا، لازم يكون شاطر. كيفاش شاطر؟ يعمر هذيك اللي هي خطر، هذه تمشي كي ما جات تمشي، لانه يعني في النهايه هي ماهيش باقيه، هي فانيه. الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. والله كي تتفكر باللي الحياة الأخيرة هي الهيه، الحياة الطويلة هي الهيه بلغة الرياضيات مرة أخرى، الدنيا هاك 60 70 100 سنة، زيد من بعد 120 سنة، هي هكذا. ولكن الآخرة تبدأ من الموت تروح الحياة الأبدية. إذن الشاطر يقول له وكيفه؟ لو كان نعيشوا في الآخرة 20 سنة ونوليو عادي، يخدم واش حبيت، مي ما نوليوش، بقى على خير. حياة الخلود، اقرأوا معي سورة الزمر، وسيق الذين اتقوا ربهم، حفص ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها واو الحال، وقال لهم خزنتها سلام عليكم مرحبا بكم، مش كيما ذوك الزراعة الاخرين هذوك تاع الكفار، كارثة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم، شوف عتابة جا في الدنيا واعر وما أدرك له، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين يا خالدين، ماشي 20 سنة نتاع جهنم أو 40 سنة، وعرا ينتهي هذا المشهد المخيف ليبدأ المشهد المريح الجميل
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كي تسمع خالدين تفرح ولا ما تفرحش؟ هو حنا واحد يريح يدير ستوب برك في الطريق، كي تحبس الطوموبيل تفرح ولا لا؟ لا تقول الحمد لله، هذه يديك برك كاش 20 كيلومتر ولا هو هذه في الجنة، والملائكة يقول لك مبروك عليكم الجنة بقى على خير الامتحانات في الدنيا. واعرة والله لا واعرة، خالدين هكذا. شوف نرجع للآيات، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أي علاش قال زمرا؟ خاطر كيما كنتوا تتعاونوا في الدنيا على الخير دخلوا الجنة أونغرو بالخير كامل هكذاك. لو كنت تلقى واحدة وراحك في الجنة وحدك تقرأ مرحبا بي، هذوك اللي كانوا معايا يصليوا معنا صلاة التراويح في مسجد أحمد الحماني ورا ما كيولوا. لا، تكتمل السعادة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. واش يقولوا؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. هذه الكلمة إن شاء الله يا ربي نقولها قاع ليه ونقولها أنا ثانية. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وبعدين ربي ذكرنا هذيك الصلاة زعما اللي صليناها في الدنيا، هي حاجة خفيفة. قال فنعم أجر العاملين، هذا من فضل الله، يعني الحمد لله ربي كي قال هكذا. فنعم أجر العاملين. آخر مشهد، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأنا أقول الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.